خلاص يا امير عرفنا بالرجاله. كل واحد عرف نفسه يلا. ابو سمسم. ابو زعبل. ابو فتله. ابو العربي. ام المصريين. ها جاهزه انت دلوقتي يا حاجه؟ جبت كل حاجه. طب يلا بينا. يلا. يلا والكاميرا موجوده؟ اهي. دلوقتي قبل ما تفجروا نفسكم لازم نوصل رساله للعالم كله من خلال صور فوتوغرافية هتتصوروها دلوقتي من خلال خلفيه منظر بحيث الناس ما يعرفوش انتوا بتتصوروا فين. الصوره دي هترعب العالم كله، تخلي العالم كله يخافوا مننا، يخافوا ان احنا نفجر فيهم زي ما انتوا هتفجروا نفسكم. هات لي المنظر ابو معروف. حاضر. خد معاك حد. حد يجي يقول ابو منظر. تعال معايا. طب بقول لك ايه يا امير لو سمحت. ايوه. والله كنا عايزين نفجر متحف الفن الحديث. متحف الفن الحديث؟ اه. ليه؟ رحت امبارح اتفرج على كام لوحه هناك، ببص على لوحه منهم اتسرعت، ايه المنظر القذر ده؟ فناديت على واد من الواقفين قلت له خد يا واد، هو ده الفن الحديث اللي بتقولوا عليه؟ قام بص لي كده قال لي يا حاجه دي مرايه. عشان تعرف انا مستحمل ايه، عشان تعرفي، عشان تعرفي ليه شايل كل المرايات هنا من الوقت. ماشي يا ابني. ماشي ماشي. ها فين يا ابني المنظر؟ اهو. مازنجر الارهاب هو ده، هو ده. ارجع ورا خطوه. يلا يا جماعه كله قدام المنظر. يلا جهزوا الصوره يا حاجه. يا امير. يا امير. نعم. قبل الصوره ممكن يلبسوا الدقون عشان الصوره تطلع حلوه. يا سلام، خبره خبره. هات الدقون. فعلا فعلا شكل. او انت صح، انت صح. اتفضلوا البسوا الدقون. انا 43 البني دي. ايوه ده 43 بني. انت 43 بني. انت 43 بني. انت 43 بني. رد يا جزمه. اتفضل يا حاج. يلا يا شباب قولوا تشيز. يعني يعني تشيز. قولوا جبنه. 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 يا سلام. انتوا طالعين رحله ولا ايه يا حاجة؟ جبنه ايه؟ انا عايز صوره فيها رعب، عايزكم ترعبوا الناس. يا امير. يا امير. صوره فيها رعب نديهم المسدسات والبنادق. انت صح. ايه ده؟ ارهابي ده ولا مساعد مخرج؟ انا مش عارف. يلا يا شباب. انا ال 45 السودا دي. ايوه 45 سودا. والله يا 45. والله ما افتح بوقي تاني. يلا 45 سودا. والله بجتهد. يعني قول 45 سودا. ايوه ماشي يا بنص. يلا يا حاجة. عايزة شر يا امير؟ شر. صورة فيها شر. يلا يا شباب. ها تماثيل اسكندرية. تماثيل استوديو مصر. تماثيل اسكندرية. تماثيل ثانية واحدة. ثانية واحدة يا حاجة. تعالى يا ابو معروف. خليك بس. اتفضل يا حاجة قولي. يلا. تماثيل اسكندرية. تماثيل استوديو مصر. ايه اللي لافت نظرك ورا يعني؟ يعني انت شايف ايه احنا مش شايفينه يعني؟ ايه؟ قولي تاني. تماثيل اسكندرية. تماثيل من ها تاني؟ اه. طب ما خلاص بقى كده انا اصور بقى واظبط الحاجات دي فوتوشوب بقى. عايزين صورة كمان. صورة تانية؟ يلا حلو قوي كده، كده حلو. والاستلام امتى بقى يا حاجة؟ بكرة ومعاك صباطين موز. الاستلام امتى يا حاج؟ بكرة ومعاك ثلاث صباطات موز. ايوه يعني الاستلام امتى؟ بكرة وتعالى كل الموز. هي كان قصدها تقول انك قرد يعني، بس هي مش عارفة تقول كويس، معلش. شوف عشان امير متجوز واحدة مفخخة. اه والله.